اليوم سمعنا أنه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على تعديلات، وطبعا راح تكون مؤقتة وتحت التجربة، يعني ما أقرت بشكل 100% وتصير جزء القانون، اللي من ضمنها الإبعاد المؤقت عن ساحة اللعب، يعني نفس حالة كرة السلة، إنذار في حالات معينة الاعتراض وكذا، إنه ما يسمى بالبطاقة الخضراء، كارت أخضر، اللاعب يطلع من ساحة اللعب فترة معينة وبعدين يرجع. وجهة نظري قرار فاشل. طبعا البعض يقول أنتم تعترضون دائما على القرار الجديد وبعدين تصير جم اللعبة، لا، أكو هواي أمور سواها الاتحاد الدولي ووافقنا عليها وحبيناها وفعلا مفيدة، بل بعضها أصلا الجمهور والصحفيين على مستوى كل العالم طالبوا بها. لكن إبعاد مؤقت راح شو يكون يعني أولا يخلي بعدد اللاعبين، فهجمة لاعبين كاملين وهجمة مو كاملين، فتصير حتى خطط المدربين راح تتغير، يعني دائما يقول لك اقتل اللعب اذا انطرد منهم لاعب، يظلون يعني شلون تقول لي يتحفظون باللعب حتى صاحبهم يرجع وهكذا. هاي وحده من الحالات. كذلك راح يصير تقدير من الحكم، يعني دائما الحكم يبقى هو اللي يقدر، فانا اقول قد يصير ظلم تحكيمي او سوء تقدير من الحكم، وراح تصير اعتراضات انه ابعاد لاعب ممكن حتى يكون مؤثر بعد مؤقت، وبعدين انه يستغل الفريق الخصم وتصير اهداف عكسية او شيء. وكذلك هو تأخير للعب راح يكون، يعني ساعة تعرف توقفات على الفار، توقفات كذا، هاي جتنا النوب ان شاء الله انه بعد مؤقت والاعتراض راح يصير والخروج. زاد ان القرار بحاجة الى قرار، شلون انت تقول من ضمن حالات من ضمنها الاعتراض على الحكم وكذا، زين لما يصير انذار هذا الطرد المؤقت، زملاء اذا اعترضوا وكذا مدربه، انت هنا راح تخالف نفسك، اذا لازم هم راح تعطيهم انذار اخضر لان اعترضوا، تمام، طرد مؤقت، اذا ما تنطيهم زين ليش هاي اعطيت عليها وهاي. فانا ما اعتقد هذا القرار صحيح، وجهة نظر، وما راح يكون ناجح وراح يقتل اللعبة، راح تصير مثل كرة السلة. السلة شقد لعبة حلوة، بس من ضمن الامور السيئة بها هذا، مال ليش ما صارت بشرط كرة القدم؟ هاي من ضمنها، لأن الطرد المؤقت وكذا شيء سيء ومو يقتل جمالية اللعبة. زين من ضمن الأمور كذلك إنه بس كابتن الفريق يتكلم مع الحكم في بعض الحالات، هذه ولو هي صحيحة يعني تجمهر، بس هو أساسا التكلم مع الحكم ما جايز للاتحاد الدولي، انه هو ما كان شيء قانوني حتى هسه يقولون بس المدرب، اساسا هم اللاعبين يعني يرحون من تلقاء نفسهم، وغالبا الحكم يعني يطرد بيهم مثل ما تقول ما قابل، واحيانا بعض الكابتنين يوخرونهم عن الحكم. فانا اقول يا زين اذا صارت اعتراض اللاعبين تجمعوا هناك، الكابتن ممكن يبعد لاعبينه، يعني يصير حاجز بيناتهم، ما ممكن انت مثل قرار حاسم انه تجبر اللاعب انه ما يقترب من الحكم، وان كان هو مو شيء قانوني. فاذا تقول القانون راح يخليهم اي واحد يقترب انه انذار، لان انت قلت من ضمن الطرد المؤقت هو الاعتراض على الحكم، فاذا بالعصبيه وجوفت خمسه اعتراضوا على الحكم، تصير اللعبه غير كامله النصاب وهكذا. فيعني اكو امور شوف، هي قرارات حلوه، واكو امور يعني بحاجه ل يعني تفحيص وتمحيص، ويعني تقتل متعة كرة القدم. فأتمنى الاتحاد الدولي، هو ما راح يسمعنا طبعا، بس أنا هاي الأمور الشيء ينبني عندي، يعني ما فاهم شلون راح تصير اللعبة به. أتوقع بعض الأمور ترى هسه البعض يقول أنتم كل شيء، ترى الفار كنا يعني كثير عالم، والكرة الذكية كذلك بالنسبة لخط المرمى وكذا، هاي زادت ما نقصت من جمال، رغم أن الفار، شوف الفار اللي قلت لك أنا من مؤيدينه، ايضا في بعض الاحيان ما خلى اللعبه ذي جماليه. والدليل الان بالدوري العراقي، الحكم احيانا 7 دقائق بالضبط ينتظر جماعه الفار شي يقررون، او ممكن يستدعون اذا شافوا الحاله صعبه، يعني حتى بالدوري الايطالي وتصير بالفارس على ما انه اعطى عداله، لكن ايضا مرات جماعه الفار وحتى الحكم ما يقدرون الحاله صح، كذلك احيانا يقتلون اللعبه من حيث يزودون الوقت بالتشيك الحاله. ف
فحتى بعدين فرحة اللاعبين بإذا حسب مثل هدف أو شيء يبرد. فتعرف اللاعب شاد، يعني أحيانا تحس اللاعبين يسوون حماء لأن طولت الحالة تشيك الفار. فهو حتى الفار يعني رغم أنه أعطى العدالة أو جزء من العدالة أو جزء كبير من العدالة خلينا نقول بشكل أصح، لكن أيضا جمالية اللعبة ليست كما كانت في السابق.